الدوافع. تعتبر الدوافع من الموضوعات المهمة، وذلك لأنها تفسر سلوك الإنسان، وهي مهمة لكل من له صلة بقيادة وتوجيه الأفراد والإدارة، وكذلك الاختصاص بالعلاقات الاجتماعية ورجال القانون، لأنها تكمن وراء تكرار الجرائم. وبذلك فهي أيضا مهمة في المجال التربوي. من خلال هذه الدوافع نعرف مدى ميول واتجاهات الطلاب. الدوافع درسها الكثير من العلماء، منهم علماء الحضارة اليونانية الذين اهتموا بعلم النفس، بالإضافة إلى علماء الحضارة الإسلامية. من أبرز هؤلاء العلماء الذين اهتموا بدراسة الدوافع العالم والفيلسوف الغزالي، حيث اهتم بدراسته ويرى أن إرادة الإنسان لا تتحقق إلا بوجود الدوافع، وصنفها أربعة أقسام أو أربعة أنواع، ومنها دافع البهيمية هي الطعام والجنس، دافع السبعية وهي الغضب، ودافع الشيطانية، حيث تستخدم الدافعين الأولين لدافع البهيمية والسبعية في أعمال الشر. وقال أن هذه الدوافع الثلاثة الأولى هي يشترك بها الإنسان والحيوان، بينما دافع العقل وهي المثل العليا والميول والاتجاهات والمعرفة والمفاهيم، فهذه خاصها بالإنسان، لأن هذه الدوافع مختصة بالمعرفة العلمية والبحث العلمي، فبالتالي رتبها ترتيبا متدرجا على هو اسمه هو دافع العقل. بالإضافة إلى العالم الغزالي نرى أيضا العالم ابن خلدون، حيث قال أن الدوافع هي حاجات طبيعية، منها حاجة لاجتماع الإنسان مع بني جنسه، وأيضا هي غريزة للمقاتلة والعدوان والغضب وغيرها، لكن الله سبحانه عز وجل ميز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى. أما علماء الحضارة اليونانية ومن أبرزهم فرويد، قال أن أسمى الدوافع اسمها بالغرائز، وقال أنها قوة دافعة هدفها هي تخفيض القلق والتوتر، مثل الجنس والطعام والموت والكراهية. أما العالم هل يرى أن هناك نوعين من الدوافع، دوافع فطرية مثل الطعام والجنس والشراب والنوم، ودوافع ثانوية متعلمة أي أنها مكتسبة من البيئة التي يعيش فيها الفرد، مثل دافع إلى الحب، التقدير، الأمن، النجاح، تحقيق الذات، الاختلاط مع الآخرين والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم. لذلك لنرى أن العلماء اختلفوا فيما بينهم دوافع، فمنهم من أطلق عليها غريزة، ومنهم من أطلق عليها دافع، ومنهم من أطلق عليها حاجة. وهذا يعود أو هذه التسميات تعود إلى المدارس التي انطلق منها هؤلاء العلماء، لأنها جميعها تعبر عن الطاقة النفسية الموجودة داخل الإنسان، والتي توجه سلوك الإنسان وتصرفاته. إذن لكي يحدث سلوك لابد من وجود دافع أو حافز. يمكننا أن نعرف الدافع، هناك عدة تعريف للدوافع. من هذه التعريف نرى أن الدافع هو حالة استثارة وتوتر داخلي تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معين. تعريف آخر يذكر أن الدافع هو استعداد الكائن الحي لبذل أقصى جهد لتحقيق هدف معين. مفاهيم أو تعريف المرتبطة بالدافع من الحاجة، الرغبة والحافز، ولكل من هذه المفاهيم تعريف خاص بها. فمثلا نرى الحاجة أنها حالة نقص أو حرمان أو افتقار لشيء يصحبه اضطراب جسمي أو نفسي يثير توترا، وعند إشباع الحاجة يزول التوتر ويستعيد الفرد توازنه. أما الرغبة فهي شعور بالميل نحو أشياء أو أشخاص، أي نرى أن بتعريف الرغبة لا يوجد توتر، لكن بالحاجة هناك اضطراب وتوتر. فالرغبة هي شعور بالميل نحو أشياء أو أشخاص، أي عدم وجود توتر، أي أن رغبة الفرد بالسفر مثلا إلى مكان معين تتحقق هذه الرغبة مجرد سفر الفرد إلى هذا المكان، لكن الرغبة تستهدف اللذة، وقد تتعارض الرغبة مع الحاجة إليه. مثل مريض السكري يرغب ويحب أن يتناول الحلوى، لكن جسمه لا يحتاج إلى كميات السكر الموجودة في الحلوى، لأنه أساسا جسمه بكمية كبيرة من السكر. أما الحافز فهو مثير داخلي يرتبط بالنواحي العضوية، يحرك الفرد، أي أن الفرد هو الكائن الحي، لكي يقوم بنشاط ويحقق هدف معين.